أطلقت اليوم جامعة شقرة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب برنامج تجتازها بأمان لكل طلاب وطالبات الجامعة، عبارة عن جلسات إرشادية عن بعد تستمر 4 أيام متواصلة، وذلك تزامنا مع بداية الاختبارات الفصلية. الحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذة أسماء الشهري، وكيلة التعليم الإلكتروني بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا هلا أستاذ أسماء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم السلام ورحمة الله. وصباح الخير عليكم جميعا وعلى جميع المشاهدين الكرام. يا هلا وسهلا استاذ اسماء. طبعا احنا نشكرك على هالمبادرات المميزه، واكيد شباب وبنات الوطن مميزين من خلال جامعه شقرة. حدثينا عن الفكره، متى تم اطلاق مثل هالمبادره وايش الهدف منها؟ طيب بدايه لعلي انتهز هذه الفرصه برفع عظيم الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على الدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم والتعليم الإلكتروني، كما يمتد الشكر والعرفان لمقام وزارة التعليم على متابعتهم ودعمهم المتواصل. في المستهل علي أتحدث بشكل مختصر عن الاستعدادات التي قامت بها جامعة شقرة للاختبارات الإلكترونية، وذلك بمتابعة وتوجيهات من سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، حيث أن الجامعة قبل بدء الاختبارات الإلكتروني أطلقت هذه المبادرة وأجرت عدد من الجلسات الإرشادية للطلبة، التقني منها والنفسي، للتعامل مع الاختبارات الإلكترونية. كما تم توجيه عدد من المحاضرات لأعضاء هيئة التدريس، والتي تم استعراض آليات تجويد الاختبارات الإلكترونية فيها. تزامنا مع ذلك عملت الجامعة على تجهيز والتأكد من جاهزية أنظمة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة ورفع كفاءتها، والعمل على تجهيز الأدلة الرقمية اللازمة سواء كان منها المقروء أو المرئي للتعامل مع نظام الاختبارات في جامعة شقرة. وبتوجيه من سعادة رئيس الجامعة ومتابعة من سعادة وكيل جامعة للشؤون التعليمية، تم توجيه فرق العمل بعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بقيادة عميدها الدكتور سعد الأحمري بتقديم المبادرات والتي تدعم التعليم الإلكتروني. فكانت أحد أهم هذه المبادرات هي مبادرة تجتازون، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تقييم وتحسين أداء الطالب في الاختبارات الإلكترونية لاجتيازها بنجاح. ممتاز. وطبعا تفعيلا لدور الجامعة في خدمة المجتمع ومنطلق المسؤولية المجتمعية، هذه المبادرة وجهت لتستهدف جميع الطلبة، حيث يستطيع أي طالب من أي مؤسسة تعليمية الدخول لهذا الاختبار دون أي متطلبات سابقة، وأدائه في مدة وجيزة. في نهاية الاختبار يحصل الطالب على تقييم أدائه في الاختبار. ممتاز. يعني أستاذة أسماء مثل ما ذكرتي فعلا أهمية هذه المبادرة، وأيضا المساعدة على إرشاد الطلاب لرفع تحصيلهم الدراسي وتعاملهم مع الاختبارات عن طريق الأونلاين، خصوصا أنها نقطة مهمة جدا وممكن بعض الأحيان مقلقة للطلاب والطالبات من حيث الوقت والمؤقت وفكرة الاختبار عن بعد. ممكن هذه الجلسات الإرشادية الممتدة ل4 أيام متواصلة بتفيدهم أكيد وتعطيهم المعلومات المهمة للتعامل مع هذه العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتورة إن شاء الله دكتورة أستاذة أسماء الشهري، يعني شكرا لك على تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات القيمة، وكيلة التعليم الإلكتروني بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية. وبإذن الله أستاذة أسماء مثل ما قلت دكتورة، الاتصال الجاي بإذن الله مع شهادة الدكتورة. أتمنى لك التوفيق أستاذة أسماء.